لغة العيون أو كما تسمى بنواقض الروح، هي وسيلة للتعبير عما يدور في دواخلنا من خوف وقلق وحقد وحزن وفرح وحب، وكذلك هي وسيلة لفهم ما في نفوس الآخرين دون الحاجة حتى للتكلم، وهي من أقوى أدوات لغة الجسد. بالتأكيد لا يستطيع الجميع قراءة تلك الجمل الصعبة المكتوبة على العيون، ولا يستطيع أي فرد أن يحل تلك الطلاسم المرسومة على لوحة اسمها العين. وكما سوف نعرض اليوم كيف تتحكم لغة العيون والجسد في التواصل، وما أهميتها في الحب السابق، وكيف تؤثر في الإعجاب، ولماذا تختلف لغة العيون عن باقي أنواع وتقنيات لغة الجسد، حيث يمكننا انتقاء الكلمات التي نعبر بها عن مشاعرنا والتحكم في بعض تعبيرات ولغات الجسد الأخرى. أما العيون فلا يمكن إخفاء ما تعبر عنه، فهي تصور أفكارنا وتعكس عواطفنا وتعبر عن اهتماماتنا وتظهر مشاعرنا من الحب والاهتمام والملل والمفاجأة والضيق والغضب. وللعيون قدرة على المداعبة وتخويف الآخرين أو حتى مغزلتهم وجذبهم إلينا، كل ذلك دون أن نتحدث بكلمة واحدة. فالتواصل عبر لغة العيون هو الأكثر نجاحا على الإطلاق، بل يرى بعض العلماء أن 80% من معلوماتنا عن العالم الخارجي تأتي من خلال حاسة العين، و 18% من خلال حاسة السمع. ولا عجب في ذلك، فالعيون قادرة على الاستجابة لأكثر من مليون رسالة في وقت واحد بدقة عالية. ولم يحظ عضو في جسد الإنسان باهتمام مثل ما حظيت به عيناه، فقد نظم فيهم الشعراء قصائد بطولة، وتغنى المطربون والمطربات بأوصافهما وأوضاعهما، وهام المحبون على وجوههم وسهروا الليالي من بريقهما. هي منجم كل المشاعر تقريبا، من السعادة إلى الحزن ومن الكراهية إلى الحب، وتفضح أسرار صاحبها أحيانا أو تساعده على التمويه والمكر. والعيون ألوان وأشكال، ويؤكد أطباء العيون أن حركات العين أثناء الحديث دليل صادق على مشاعر المتكلم، فليس بالوجه وحده نتعرف على أحاسيس الغضب أو عدم الاهتمام أو الحب والكراهية، فتبادل النظرات بين عيون المتحدثين يعني الاهتمام، أما إهمال النظر بين اثنين فهو دليل على عدم الرغبة في استكمال الحديث، وعندما يحاول المتكلم أن لا تلتقي عيناه مطلقا مع عين من يحدثه فهذا معناه الشك وعدم الثقة والخوف. وحين تلتقي العيون لحظة وتنفصل وتتكرر هذه العملية، فذلك معناه أن المستمع قد تسرب إليه الملل من الحديث. وعندما تتحرك الرموش أثناء الحديث أكثر من معدلها الطبيعي الذي يصل إلى 10 مرات في الدقيقة ليصل إلى 100 مرة، فهذا يدل على أن الإنسان الذي أمامك مضطر جدا. وإذا اتسعت العيون فذلك يعني الدهشة. وعندما تتحرك العيون في اتجاهات مختلفة فهذا معناه التواصل وأحيانا التعب، فإذا تركزت هذه الحركة نحو اليسار تكون دليلا على الاضطراب العاطفي، أما ناحية اليمين فتعني أن الإنسان الذي أمامك يريد أن يدين بعقله ما تقوله له. وإذا اتجهت العيون إلى أعلى فهذه علامة الغضب والحزن، وإلى أسفل فهي إشارة للخجل، وإذا استقرت العين في مكانها يكون ذلك دليلا على الانتباه الشديد، حيث يشير أحد الأطباء الأخصائيين في جراحة العيون إلى أن لغة العيون تشكل جزءا كبيرا من التخاطب بين البشر، لأن التحاور يتم سواء بالصوت أو الكلام أو الإشارات أو النظرات، وعادة فالإنسان الذي يكذب نادرا ما يركز عينيه في عين الشخص الذي يحدثه، ولكن ينظر إلى شيء ما بعيدا محاولا ألا تلتقي نظراتهما، وذلك على عكس الشخص الذي يقول الحقيقة فإنه ينظر إلى المتكلم. ويضيف دكتور آخر أن جمال العيون نسبي يختلف من شخص إلى آخر، فهناك شخص تجذبه العيون الملونة حتى لو كانت صاحبتها لا تتمتع بأي جمال سوى عينيها، في حين يهم آخر بالعيون السوداء لأنه يجد فيها الراحة والطمأنينة والجمال الطبيعي، كما أن نظرة العين تدل على شخصية صاحبها، فالعين المهزوزة تدل على اهتزاز الشخصية، أما العيون الخجولة فإنها تنظر إلى أسفل دائما، والعيون الجريئة فلا هدف تصمم عليه ولا تحيد عنه، بينما تكون العيون الناعسة المسحوبة من الأطراف أصحابها متهمون دائما بالخوف.
ويرى أستاذ المخ والأعصاب أن لغة العيون تستطيع أن يتعامل بها كل الأفراد، لأنها تحتاج إلى صفات معينة كالذكاء الشديد وقوة الشخصية والعمق الشديد بداخل النفس لكي يفهم الناس ما يريده بدون كلام، وإذا حدث ذلك نستطيع أن نقول له أنه على توافق رحيم معهم. ويضيف: عندما كنت صغيرا كنت أفهم أبي جيدا، حتى أنني كنت ألبي كل طلباته دون أن يطلبها مني. والتوافق الروحي والوجداني من بين مقومات السعادة، خاصة في الحب وفي العلاقات الاجتماعية. يمكن التعامل بالنظرة أيضا، وليس شرطا أن تعبر العيون الجميلة عن الحب والسعادة والخير، بل أحيانا ينبعث منها قدر كبير من الحقد والحسد. فالشخص الحاسد تخرج من عينيه طاقة كهرومغناطيسية تؤثر على المحسود فيصاب فعلا بأي أذى، وهذه قوة خارقة لدى بعض الناس لكنها سيئة بالطبع. ولا ننسى أن كل نظرة للعين لها معنى حتى ولو كانت بدون كلام، فهناك عيون تقول دائما لمن ينظرون إليها أنا عندي عطاء ولا بد أن تبادلني الاهتمام، وأخرى تبذل ما في وسعها ولا تنظر لمن حادثها لكي تخفي مشاعرها الحقيقية، والثالثة تنتظر العطاء من الآخرين ولا تبادر به. والعين ترجمة لجميع المشاعر والأحاسيس من حب وكراهية وسعادة وحزن، وليس فقط رؤية الأشياء. لذلك دائما ترى عين المحب توضح مشاعره وهي مبتسمة دائما وتشعرك بأنك تمتلك الكون. وكلنا على اتفاق أن لغة العيون عالمية تجمع كل البشر والكائنات حتى الحيوانات، فالحيوان المفترس عندما يركز في الفريسة ويلمح في عينيها الخوف يهجم عليها، أما إذا وجدها على استعداد للهجوم يبتعد. ترى أنه من الممكن معرفة تاريخ حياة الشخص وماضيه من خلال نظرة عينيه، فإذا نظرت في عين أحد الأفراد ووجدتها حزينة فهذا دليل على طريق طويل من الحرمان والشقاء على مدى سنوات كثيرة. أما العيون المبتسمة دائما وفيها شقاوة فإنها تدل على طفولة سعيدة لم تتخللها عوارض نفسية. وأجمل العيون في نظري هي العيون السوداء، ويسر جمالها يكمن في أنها تعطي السكينة لمن يتحدث إليها. أما العيون الملونة فهي مبهرة وليست مريحة. ولعلنا تساءلنا من الأكثر قدرة على قراءة لغة الجسد؟ بالتأكيد تعد النساء أكثر قدرة على قراءة لغة الجسد والتقاط الإشارات وفك الرموز، بالإضافة إلى التركيز على كل تفاصيل الدقيقة نظرا لطبيعتي من فتيات، وهذا ما يساعد الأمهات على التعامل مع أطفالهم الصغار بشكل غير شفهي. ولعل هذا ممتازا للدور الاجتماعي الذي تقوم به النساء اللواتي يعبرن عن مشاعرهم بشكل واضح وتكون أكثر إحساساً بمشاعر الآخرين واحتياجاتهم. جمال خاص، فهي المقياس الأول للجمال غير أنها المعشوقة الأولى والأخيرة للشعراء، حيث قال أحد الشعراء: فالعين تنطق والأفواه صامتة والعين تبدي الذي في قلب صاحبها.